السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرحب فيكم اليوم أعزائنا المتابعين لحساب الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ونحييكم في هذه اللقاءات المباشرة التي هي مبادرة من المبادرات الهيئة السعودية الملكية الفكرية للتواصل عن بعد مع المستفيدين والعملاء، وتبيان أن خدماتنا دائما هي مستمرة، ونستخدم دائما التطور التقني لخدمة المستفيدين والعملاء للهيئة. حقيقة هذا اللقاء هو سيتبع إن شاء الله مجموعة من اللقاءات المباشرة الأخرى التي تبث عبر منصات الهيئة للحديث عن الملكية الفكرية وما يتعلق بها من أمور وكذلك خدمات. ستناقش يوميا مواضيع مختلفة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله كما أعلن ستكون إن شاء الله عن العلامات التجارية وما يرتبط بها من خدمات، وبشكل عام معلومات عامة عنها. سأكون حريص في هذا اللقاء أن يكون سهل وسلس وسهل الفهم لغير المختصين كما هو للمختصين. طبعاً إن شاء الله سنستقبل الأسئلة إن شاء الله، هناك من الزملاء من سيحصل هذه الأسئلة بحول الله تعالى، وسوف يتم الإجابة عليها إن شاء الله في نهاية اللقاء أو قبل نهاية اللقاء، وما يستصعب الإجابة عليه بشكل مباشر سيتم إن شاء الله الرد عليه لاحقاً مباشرة للسائل. طبعاً اليوم إن شاء الله سنتحدث بشكل عام عن العلامات التجارية من أكثر من جانب، من حيث القانون الحاكم لها وتعريفها. أيضاً سنغطي في هذا اللقاء إن شاء الله بحول الله وقوته ما هي الفئات الخاصة بهذه العلامات التجارية وأنواعها. أيضاً سنتحدث بشكل مختصر عن المعاهدات الدولية المرتبطة بالعلامات التجارية، وكذلك أيضاً إن أسعفنا الوقت سنتكلم عن بعض الإجراءات التي تتم على العلامات التجارية حالياً من إجراءات الفحص وخلافه، والتطور الذي حصل لها بعد انتقالها إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. طبعاً بشكل مبسط إذا سوف نتحدث عن العلامات التجارية، حقيقة القانون الحاكم لها هو قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وطبعاً هذا القانون تم الموافقة عليه من قبل المقام السامي، وصدر فيه قرار باعتماده كقانونا ونظاما يحكم نظام العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من عام 1435 هجري. طبعا حاليا المطبق مثل ما ذكرنا هو القانون العلامات الخليجي وكذلك اللائحة التنفيذية له. نأتي على تعريف العلامة التجارية. طبعاً القانون الخليجي نص صراحة على تعريف المادة في المادة الثانية ما هي العلامة التجارية وما هي العلامات التجارية، لكن بشكل مختصر يعني قد اختصر. طبعاً هي كل شكل مميز من سواء كان أسماء أو كلمات أو انضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين، كذلك اعتبرت أيضاً الأختام والرسوم والصور والنقوش وأي عناصر تصويرية وأشكال أو حتى الألوان أو مزيج منها يعتبر من العلامات التجارية التي يمكن فيها تمييز السلع أو الخدمات المنشأة عن سلع وخدمات منشأة أخرى. أيضاً هناك مجموعة إشارات قد تعتبر كعلامة تجارية وتستخدم أيضاً للتمييز. أيضاً هناك من ضمن العلامات التجارية التي تستخدم في حال تمييز إجراء مراقبة سواء أو فحص للسلع أو خدمات، يمكن اعتبار أيضا العلامات الخاصة بالصوت
علامة تجارية. طبعا مثل ما ذكرنا ابتداء أن العلامات التجارية بشكل عام هي التي تميز المنتجات أو الخدمات اللي يقدمها أو تقدمها منشأة لتميز عن منشأة أخرى في هذه الخدمة أو هذا المنتج. وهذا يقودنا إلى ما هي الفئات التي تنطبق على هذه العلامات التجارية، أو ما هي فئات العلامات التجارية التي يهدف إليها أصحاب المنشآت ويرغبون في تسجيلها أو حمايتها لكي يميزوا منتجاتهم أو خدماتهم التي يقدمونها للمستفيدين من خدماتهم أو منتجاتهم. طبعاً الفئات هي تقع تحت اتفاق تحت ما يسمى بتصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية، وهو في الحقيقة هو اتفاق دولي أطلق عليه نيس، اعتمد منذ عام 1957 واستمر في التطور وزيادة عدد التصنيفات وتغييرها ونقل بعض المنتجات إلى فئات أخرى، وبعضها أيضا تطور إلى أن زادت عدد الخدمات التي تقدم بعد أن كانت إلى 42 فئة أصبحت 45، والآن هم في كتصنيف نيس وصلوا إلى التصنيف 11، وأعتقد أنهم الآن في طور الدخول في 12 إن شاء الله. طبعا التصنيفات هذه هي التي تحتوي أو الفئات هي التي تحتوي على المنتجات أو الخدمات التي تقدم أو تسجل من قبل أصحاب العلامة التجارية أو يطلب تسجيلها من قبل أصحاب العلامة التجارية. حقيقة هناك 34 فئة من هذه 45 فئة، 34 فئة تتعلق بالمنتجات، وهذه المنتجات تتراوح ما بين طبعا أشياء مثلا نقول أجهزة وخلافة، بعضها منتجات في القهوة، بعضها الشاي، العصير، كذلك الأجهزة، بعضها خاص في مثلا الأدوية، الكمامات، المواد الكيميائية، وكلها تختلف باختلاف تصنيفها يعني. ومثل ما ذكرنا في البداية أنها من 1 إلى 34 هي الفئات المنتجات كمنتجات خاصة بالعلامات التجارية. طبعا من الفئة 35 إلى الفئة 45 10 فئات هي فئات خاصة بالخدمات، خدمات التي تقدم من قبل أصحاب المنشآت. فعلى سبيل المثال يتم مثلا تقديم الخدمات المطاعم والمقاهي على الفئة 43، أيضا خدمات مثل الدعاية والإعلان تكون على الفئة 35، وبالتالي تختلف الفئات بحسب النشاط الذي يمارسه صاحب المنشأة في تقديم خدماته أو منتجاته للمستفيدين. طبعا الحقيقة ننتقل للنقطة الأخرى وهي الخاصة بالمعاهدات، أو قبل ما ننتقل للمعاهدات يمكننا نتحدث كيف انتقلت العلامات التجارية من حضن وزارة التجارة التي احتضنتها فترة طويلة من الزمن منذ أن كان يطلع عليها نظام العلامات الفارقة، وثم بعد ذلك تم نظام العلامات التجارية وتدرج اختلاف وتغير القوانين والأنظمة التي تحكمه حتى وقتنا الراهن، إلى أن انتقل اختصاص في شهر فبراير بداية شهر فبراير 2020 إلى الهيئة السعودية الملكية الفكرية. طبعا مثل ما ذكرنا كان هناك مرسوم حقيقة تحدث عن انتقال الاختصاص، وهو ما نسميه السند القانوني لنقل اختصاص العلامات التجارية، حصة القرار مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 28/6/1438 الموافقة، الذي كان قاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية. ثم بعد ذلك الأمر السامي
الذي صدر في 29/10/39 بالموافقة على مراجعة الأنظمة التي ستتأثر بالترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية الملكية الفكرية، وكذلك التعميم الصادر من الديوان الملكي عام 1441 في شهر 5/1441 الذي أكد على اختصاص الهيئة السعودية الملكية الفكرية بالإشراف وتنفيذ قانون العلامة التجارية الخليجي، وبالتالي انتقالها بالكامل حاليا الآن تحت الهيئة السعودية الملكية الفكرية. ننتقل إلى جزئية المعاهدات الدولية التي الحقيقة مؤثرة جدا في تطور العلامات التجارية، فنجد أن هناك عدد من الاتفاقيات التي سبق أن انضمت لها المملكة ولها ارتباط بالعلامات التجارية، فنجد مثلا اتفاقية باريس حول حماية الملكية الصناعية بل فيها جزئيات تغطي العلامات التجارية، أيضا هناك اتفاقية التربس حول جوانب التجارية الحقوق الملكية الفكرية أيضا كانت من الاتفاقيات التي انضمت لها المملكة في ذلك الوقت تقريبا من عام 2003 و2005 على التوالي. أيضا هناك عدد من الاتفاقيات الحقيقة التي تسعى لها المملكة أن تنضم، وإن شاء الله أحدهم في طريق لإيداع صك الانضمام، وهو اتفاق فيينا للتصنيف الدولي للعناصر التصويرية للعلامات. أيضا إن شاء الله هناك دراسة حالية وتحليلية للانضمام للتسجيل الدولي للعلامات التجارية وما يسمى بروتوكول مدريد، كذلك إن شاء الله اتفاق نيس الخاص بتصنيف السلع. طبعا اتفاق نيس حقيقة المملكة تطبقه منذ زمن، ولكن كانضمام رسمي له حاليا لم تنضم، لكن إن شاء الله انضمام قريب وسيعطينا إيجابيات وميزات أكثر بعد الانضمام، حيث يمكننا الإضافة والاقتراح والتعديل على السلع والخدمات التي توجد في الفئات. طبعا الحقيقة دائما يثور سؤال، وسبق أنه جاءنا هذا السؤال، ما الفرق بين الأسماء التجارية والعلامات التجارية؟ دائما هناك لبس، يعني يجد عند الكثير من العامة أو المستفيدين نجد لهم هذا اللبس في مسألة التفرقة بين الاسم التجاري والعلامة التجارية. طبعا العلامة التجارية هي مرتبطة بالمنتج، غالبا هي مرتبطة بالمنتج أو الخدمة التي تقدم صاحب المنشأ. الاسم التجاري من ناحية قانونية، الاسم التجاري هو مرتبط بالمحل التجاري أو بالمنشأة كمنشأة كاسم تعريفي لها. طبعا في بعض الأحيان يكون الاسم التجاري قد يكون علامة تجارية، ولكن ليس بالضرورة كل علامة تجارية تكون اسم تجاري، فما يقبل أن يكون اسم تجاري ليس على كل حال يقبل أن يكون علامة تجارية، وليس ما يقبل علامة تجارية تقبله الجهات المختصة في الزملاء في وزارة التجارة أن يكون اسم تجاريا. فنجد مثلا شخص سعودي مثلا صاحب منشأة سعودية يجب عليه النظام في الأسماء التجارية أن يكون اسم المنشأة عربيا، لا يجوز أن يكون أجنبيا أو معربا بطريقة تجعله نطقه أجنبيا. في المقابل يستطيع أن يسجل علامة تجارية تميز منتجه وخدمته ولكنها بحروف لاتينية اللي هي الحروف الإنجليزية على سبيل المثال. ففي هذه الجزئية استطاع أن يسجل علامة تجارية بشكل لاتيني ومختلف وليس لها باللغة العربية، بعكس اسمه التجاري ملزوم أن يكون باللغة العربية. هذا طبعا على سبيل المثال كانت المنشأة السعودية 100%. وأيضا هذه من الأمور الأساسية التي تفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية. أيضا مراجعة للمقارنات الدولية عند تأسيس الهيئة، كان من ضمن الدراسات أن يتم نقل اختصاص الأسماء التجارية إلى الهيئة السعودية الملكية الفكرية، ولكن على مستوى العالم لم تكن الأسماء التجارية ملكية فكرية فعلا لكي تنضم إلى قائمة الخدمات الخاصة بالملكية الفكرية اللي هي البراءات والنماذج الصناعية وكذلك العلامات التجارية وحقوق المؤلف وحقوق المجاورة.
وبالتالي ظلت كما هي تحت اختصاصة وزارة التجارة، والتي ما زالت هي المختصة في الأسماء التجارية وتسجيلها. طبعا هناك تعاون بين الوزارة والهيئة حقيقة لمحاولة تلافي بعض التعارض اللي قد يحصل ما بين تسجيل اسم تجاري أو علامة تجارية، وغالبا هذه تحل إن شاء الله قريبا بإذن الله إن شاء الله بالربط مع الوزارة. أيضا الحقيقة يسعدني أن أبين أن إجراءات الفحص الحقيقة للعلامة التجارية بدأت يعني في التطور. يعني الاختصاصات الكثيرة التي كانت تحملها وزارة التجارة كانت حملها ثقيل جدا، ولم يقصروا الزملاء في الوزارة فترات طويلة، كانوا حريصين على حمل عبء العلامات لفترة طويلة مع أعباء أخرى، وأعتقد حان الوقت أنها تأخذ وقتها أو تأخذ حقها العلامة التجارية من التطور والتقدم من ما وصلت إليه إلى أن تكون العلامة التجارية السعودية، العلامة التجارية في المملكة السعودية تسجيلها يكون متوافق مع المعايير الدولية، وأن يكون على مستوى ما نطمح إليه في المملكة، نقوم المصاف إن شاء الله الكبرى المكاتب الملكية الفكرية على مستوى العالم، وأحد أهدافنا أن نكون قادة الملكية الفكرية إن شاء الله على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحول الله وقوته. فتحقيقا لذلك بدأنا في العلامات التجارية تطوير آلية الفحص للعلامات، وكذلك الحرص على أن كل علامة تأخذ حقها من الفحص والتدقيق لكي تكون علامة تستحق أن تكون علامة مميزة وتجارية تستحق أن تكون في السجل العلامات التجارية المحمية. فكان هناك يعني إعادة لطريقة الفحص، وأيضا لتكون يكون أكثر من رأي يمر وكثر من دراسة وأكثر من فاحص يدرس العلامة بالتأكد والحرص على أن تكون جودة المخرج عالية جدا، وأن نصل إلى المراتب اللي ذكرناها إن شاء الله العالمية في هذا الجانب. طبعا كما هو معلوم إن شاء الله أي مدد الحماية للعلامة التجارية أنها 10 سنوات هي قابلة للتجديد طبعا بعد التسجيل في سجلات العلامات التجارية. حاليا قد أكتفي بهذا الجزء لأني الحقيقة أجد هناك عدد من الرسائل والأسئلة التي وصلتنا وسنبدأ في الجواب عليها. طبعا عندنا أحد المتابعين الأستاذ خالد ذكر ما سؤاله، يقول ما هي أبرز محظورات تسجيل العلامة التجارية؟ طبعا ما ربما يقصد هو ما الذي يحظر عليه التسجيل. يعني طبعا لا يعتد ولا يعتبر علامة تجارية كل العلامات اللي هي الغير مميزة، يعني العلامات الغير مميزة لا يعتد فيها أنها تكون علامة تجارية. فعلى سبيل المثال لا يتصور الأشياء الكلمات الوصفية لا يمكن قبولها أن تكون علامة تجارية. على سبيل المثال مثلا لا يمكنني أسجل كلمة مطعم مثلا للأستاذ خالد، لو الأستاذ خالد السائل ذكر قال أنا والله أني أسأل أني والله بسجل علامة مطعم على كلمة مطعم كذا فقط على الفئة 43 اللي هي على فئات المطاعم، هذا طبعا لا يقبل لأنها هي وصف لنفس الخدمة التي تقدمها. طبعا المادة الثالثة من النظام أو من القانون حقيقة كانت
واضحة وصريحة فيما لا يعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل فيها كل أي علامة كانت خالية من صفة مميزة أو العلامة المكونة من بيانات ليست إلا تسمية فوقها العرف على السلع والخدمات. فمثلا لا يتصور أن مثل ما ذكرنا نسجل كلمة مطعم على الفئة 43. طبعا المادة الثالثة فيها أكثر من ما يقارب 15 يعني شرطا مفصلة، وهي التي تمنع تحضر تسجيل بعض العلامات. أيضا لدينا سؤال آخر من الأستاذ إبراهيم يسأل: هل يوجد في نظام العلامات التجارية السعودي حماية للتريد دريس؟ طبعا حقيقة يمكن التريد دريس ما تطرق له النظام أو القانون، ولكن مثل ما ذكرنا إذا كان إذا كنت فهمت السؤال بشكل دقيق، إذا كان تنطبق عليه ما ينص في المادة الثالثة عفوا في المادة الثانية ولا يتعارض مع أي شيء موجود في المادة الثالثة فيمكن تسجيله. طبعا بالنسبة ل في بعض الأسئلة تخص الجانب القانوني، وقد أترك هذه لبعض الزملاء. مسألة مسألة بعض ما يخص القوانين القانون السعودي وقانون العلامات، هذه سأتركها للمختصين من الزملاء في القانونية ممكن يجيبوننا فيها. في بعض العلامات أحدهم يذكر هنا يقول أنه سبق أن رفضت الوزارة على أساس أنها وصفية على الرغم أنها مسجلة في فئة أخرى باسمنا. طيب طبعا خلنا نكون واضحين، هناك بعض العلامات تكون وصفية على فئة معينة ولكنها ليست وصفية في فئة أخرى. يعني مثلا خلنا نذكر فئة التبغ، مثلا فئة التبغ الفئة 34، لو واحد سجل قال سجل كلمة مثلا منديل، مثلا سمى التبغ هذا منديل، بما أنه يعمل على التبغ ومنديل على سبيل المثال منديل، لو سجلت على المحارم الورقية وخلافه الفئة الخاصة بذلك لن تقبل لأنها تكون وصفية، لكن مثلا على التبغ ليست وصفية هذا على سبيل المثال. طبعا أيضا هناك سؤال يقول: إذا كانت العلامة التجارية مسجلة بتخصص معين وسيكون هنالك تعديل للرخصة، هل يلزم تغيير العلامة إضافة؟ طبعا السؤال غير واضح، ولكن سأفترض أن المقصود أنه مثلا كان يرغب في مثلا كان مطلع ترخيص أو رخصة أو مؤسسة أو نشاط مثلا مطعم، وكان بيسجل علامته X and Y مطعم على الفئة 43، بعدين عدل النشاط والله صار مثلا حق نقول والله حق مواد كيماوية مثلا الفئة 1 مثلا، هنا لابد أنه يعيد التسجيل العلامة على الفئة اللي يرغبها وينظر في فحص العلامة من جديد على الفئة التي تقدم بالتسجيل عليها. أيضا هنا سؤال أعتقد يسأل يقول: كيف أحمي فكرة المشروع؟ طبعا الأفكار لا تحمى، الأفكار بشكل عام لا تحمى، ولكن تنفيذك لهذه الفكرة هو الذي يحمى. يعني إذا كان تنفيذك لهذه الفكرة بطريقة مبتكرة لم يسبق لها أحد، أو طور طريقة لم يسبق لها أحد، هنا تكون يكون الحماية لهذه الطريقة وليست للفكرة نفسها، لأن الأفكار لا تحمى. أيضا هناك سؤال: هل هناك إجراءات أو نظام داخلي تتبعه اللجنة في العلامات التي فيها نزاع؟ أعتقد أنه هنا يقصد ربما ما أدري هل يقصد لجنة التظلمات أم يقصد دراسة الاعتراضات.
ممكن أعطي جزئية هنا بس معلومة قد تكون مفيدة. بالنسبة لدراسة لجنة التظلمات هي المختصة في النظر بالطلبات المرفوضة. لو كان قدم أحدهم طلبا للإدارة ورفض هذا الطلب يستطيع أن يتظلم من هذا الرفض أمام لجنة التظلمات الخاصة بالعلامة التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية. أما إن كان قبل الطلب ونشر ثم بعد ذلك حصل على اعتراض فتدرسه الإدارة، تدرس الاعتراض والرد على الاعتراض وتبت في قرارها في هذا الجانب، ويكون قرارها قابل للتظلم منها أمام المحكمة المختصة. هل العلامة التجارية مسجلة في المملكة؟ هل العلامة التجارية مسجلة في المملكة ولا دوليا؟ طبعا يبدو التي تسجل في المملكة فهي حمايتها في المملكة حاليا. إن شاء الله إذا تم الانضمام إلى بروتوكول مدريد وتم تعيين دول معينة عن طريق التسجيل المحلي وتعيين دول أخرى تسجل فيها دوليا سيكون إن شاء الله بعد انضمام بروتوكول مدريد. أما حاليا ما يسجل في المملكة فهو يحمي في المملكة فقط. سؤال آخر يقول الحماية المقررة نظاما عن النماذج الصناعية وما هي العقوبة للتنال من زورها أو يفسد النماذج أو العلامات؟ أكون حديثا عن العلامات حاليا، فسأتجاوز هذا السؤال إذا سمح لي السائل. ما المقصود بالعلامات التجارية المشهورة؟ طبعا العلامات التجارية المشهورة هي التي داعت شهرتها وتعدت، يعني أحيانا يعرفها يعني على قولتهم جميع فئات المجتمع، هذه الجزئية، أو تكون لها تسجيلات كثيرة على مستوى العالم. يعني العلامة التجارية المشهورة دوليا لها تسجيلات تكون كثيرة على مستوى العالم. لا أرغب أضرب أمثلة، ولكن هناك يعني مشروبات غازية مشهورة على مستوى العالم لا يمكن يعني لو ذكرت تعرف في كل مكان. ما هي آلية الفحص والتدقيق؟ طبعا مثل ما ذكرت قبل قليل أن هناك آلية جديدة جعلت من طلب يمر على أكثر من فاحص والتأكد من الجودة والتأكد من طريقة الفحص تطبيق القانون عليها أيضا، وهذا الحقيقة أخذ بعض الوقت ولكن نسعى أن نقلل هذا الوقت لكي يكون يعني متناسب ما بين الجودة التي نسعى لها في الهيئة وما يتطلع عليه أصحاب الخدمة من أن تكون في وقت قياسي. هناك سؤال يقول أفيدني، عندي رسالة ماجستير تنازع علامة مملوكة للغير سجلت باسم نطاق. طيب حاليا نعمل الحقيقة فيه على مستوى التواصل مع المنظمة الدولية في إيجاد حل لمشكلة ما يسمى بالنطاق وتسجيلك علامة تجارية. وحاليا في المملكة ربما أنا لم تواجهها حتى الآن، ولكن دائما نسعى من يكون هو أسبق للتسجيل خاصة في موضوع العلامة التجارية يكون هو أحق غالبا في الأسبق في التسجيل والاستخدام طبعا غالبا فيما يخص النطاقات، ولكن هذا يحتاج تفصيل أكثر ومعرفة كل حالة بحالة، ولا يمكن يعني تطبيق الحكم بشكل عام على كل الحالات. طبعا أيضا لدينا سؤال آخر، هل بنودنا لأصحاب العلامات لها خصوصيتها تميزنا؟ والله السؤال غير واضح، لو يعاد مرة أخرى ما هو واضح. هل بنودنا لأصحاب العلامات التجارية لها خصوصيتها تميزنا؟ ما هي واضحة بالنسبة لي، لو يعيد السؤال مرة أخرى. أحدهم يذكر يقول عندي علامة مسجلة باسم مؤسستي وغيرت اسم المؤسسة، لماذا أدفع رسوم تسجيل؟ هي ليست رسوم تسجيل، هنا غيرت عدلت اسم المالك، وهذه منصوص عليها في القانون أن عند تغيير اسم المالك في رسوم تدفع على ذلك، وهي بنص النظام يعني ليست يعني من الهيئة أو يعني هي منصوص عليها نظاما في مسألة الرسوم الخاصة بتعديل الملكية أو تعديل اسم المالك أو حتى في التراخيص أو خلافه حتى نقل الملكية.
لدينا سؤال آخر يقول: هل في خطة من قبل الهيئة تنص على حفظ حقوق الإعلام في دول الخليج عند إيداع الطلب السعودية؟ حقيقة كان هناك مشروع وما زال تحت الدراسة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد. السؤال آخر يقول: إذا كان العلامة التجارية مسجلة بتخصص معين وسيكون هناك تعديل للرخصة، هل يلزم تغيير العلامة إضافة لها؟ مثل ما ذكرنا العلامة التجارية هي مستقلة، فأنت إذا سجلتها على فئة معينة، مثل ما ذكرنا لو سجلت X and Y مثلا في فئة المطاعم الفئة 43، تم قررت أنك تغير نشاطك، فالعلامة التجارية هي سارية، لكن لن تستطيع أن تستخدم مثلا غيرت نشاطك إلى إنتاج المواد الكيميائية على الفئة 1، لن تستطيع استخدام نفس العلامة على نفس المنتجات هذيك، لأن المنتجات تحتاج أن تسجل علامتك على الفئة الخاصة بالمنتجات اللي تنتجها. لدينا يقول لك معليش نعيد، تصير علامة تجارية انتقل لكم ولا لا؟ انتقل بالكامل إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. لماذا هناك فترة 3 سنوات بعد الحكم بشطب العلامة التجارية؟ طبعا هذا السؤال هو بنص القانون أن هناك 3 سنوات، وهو طبعا الهدف كان منها حتى في القانون السعودي السابق أيضا كانت موجودة 3 سنوات، الهدف منها إبعاد التصور اللي كان علق بأذهان المستهلكين أن هذه العلامة مرتبطة مثلا بفلان حتى يسجلها فلان آخر بعد ما تنتهي الشطبة. أضف إلى ذلك أنه لو كان هناك مصلحة، خلنا نفترض أنه تم تسجيل علامة مثلا بيبسي مثلا على سبيل المثال لواحد لعبد الرحمن العيوني، طبعا قامت شركة بيبسي رفعت دعوة شطب لأنه لا يحق له تسجيلها لأن علامة مشهورة وهي علامة خاصة بهم وخلافه، ربما لأنها سجلت في الخطأ وصدر حكم بالشطب. لنفرض أن هذه الإعلان مسجلة مثلاً على فئة الكيماويات مثلاً 1، ورغبت بيبسي أن تسجل على 1، لن تستطيع إلا بعد 3 سنوات، إلا إذا الحكم القضائي نص على مدة أقل. إذا نص الحكم القضائي على مدة أقل فأنا تسجل فيه هذه الإعلان. سؤال آخر يقول: هل يوجد حل لإشكالية تسجيل العلامات بعد صدور قرار الفصل في الاعتراض بالرغم من التظلم الديوان؟ طبعا القانون اعطى انه الحريه للاداره او اعطى الاداره انها لا ذكر لها انها لا يمنع التظلم امام الديوان او المحكمه المختصه ايقاف اجراءات التسجيل الا اذا اصدرت قرار بايقاف اجراءات التسجيل صدر من المحكمه. طبعا بحكم السرعه الحاليه الموقع الالكتروني سريع ويتم صدور الفاتورة وتسجيل العلامة. إذا استطعت القضاء أعطاك إذا في الطلبات العاجلة أن خلال 24 ساعة أنك تقدم طلبك أمام القضاء، وقد يقبل القضاء بالقرار وتقدمه للهيئة وسيتم إيقاف التسجيل إذا قدم لها ما نص عليه القانون في إيقاف تسجيل إجراءات تسجيل علامة معينة. تكلمت عن تسجيل العلامة السعودية ليس محمي، نحن قدمنا سعيد وتم اعتراضها من برا السعودية. اي طبعا لكل طرف ثالث يحق له الاعتراض على اي تسجيل اذا تم النشر. اي شخص اي جهة يعني يحق له الاعتراض يعني على تسجيل علامة تجارية، حتى يعني بعض الحكومات اذا رأت ان هذه العلامة تشابه حتى شعارها شعار الدولة باعتبار انه مثلا لم يظهر في أثناء الفحص هذه العلامة أنها تشابه شعار واعتقدت هذه الدولة أنه يشابه شعارها، من حقها تعترض. أو حتى أي جهة على مستوى العالم ممكن حتى ما يكون لها وجود في المملكة لكن علامتها موجودة تكون في المملكة وتعتقد أنها فيها تشابه، فلكل طرف يحق له أن يقدم اعتراض. فاتورة التسجيل 30 يوم قليلة. طبعا بخصوص فاتورة التسجيل، إذا تكلمت عن التسجيل النهائي فهي منصوصة بنص النظام أنه بعد نشر العلامة التجارية ومضي مضي المدة 60 يوم واعتبر
بعد مضي 60 يوم في النشر ولم يجد اعتراض، يتم إصدار فاتورة طلب التسجيل النهائي لمقدم الطلب. طبعا إذا مضت 30 يوم ولم يدفع رسوم التسجيل، اعتبر بذلك أنه تنازل عن الطلب، لأن نص النظام في هذه الجزئية يعني كان واضح وصريح أنه عدم سداد الرسوم المقررة خلال 30 يوم يسقط الحماية، أو عفوا يسقط الطلب. وبالنسبة لقلتها يعني حاليا الهيئة تسعى في وضع ظروف الحالية أنها تمدد المدد، وصدر فيها يعني قرار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتمديد المدد إلى 3 مايو اللي هو الوافق 10 رمضان طبعا، وسينظر في كل حالة بحالتها بحسب ظروفها وحسب ملابساتها، وإن شاء الله غالبا ستنطبق عليها الظروف والشروط المذكورة. هل سيتم فتح فرع في مدن مجاورة؟ حقيقة حاليا الهيئة تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، فوجود فرع بشكل كامل لا أعتقد أنه له يعني فائدة كبيرة حاليا، لأن كل شيء إلكتروني، ولكن قد يكون في الخطة وهي لا تحضرني حاليا لأنها ليست من اختصاصي. ما هي آلية حق استخدام العلامة التجارية، وما هي الإجراءات لإعطاء شخص الحق استخدام العلامة التي أملكها؟ هذا طبعا يدخل في باب الترخيص، في هناك ترخيص، باب الترخيص كاملا الذي يتم فيه إجراءات ترخيص استخدام العلامة التجارية، ويكون فيها عقد ترخيص بين الأطراف، بين المالك والمرخص له، ويكون فيه محدد فيه طبعا تحديد نطاق المنطقة اللي يستخدمها والشروط التي تستلزم يعني تكون موجودة والالتزامات المفروضة على المرخص والمرخص له، ويقيد طبعا هذا الترخيص وبعد دفع الرسوم المقررة في سجلات الترخيص في الهيئة السعودية للملكية الفكرية لدى إدارة العلامات التجارية. طبعا للعلم أن البث محفوظ ويعني مسجل، وأنه سيتم نشره إن شاء الله في كافة وسائل التواصل الخاصة بالهيئة بإذن الله بعد اللقاء، وإن شاء الله لما استطعنا أن نجاوب على أسئلته بحول الله أنها ستنظر وتجمع، وإن شاء الله سيتم التواصل معكم للرد عليها. يعني الحقيقة قد أخذ هذا آخر سؤال اللي هو يذكر بالنسبة لما هي معايير الشهرة فحص العلامة التجارية. طبعا الشهرة مثل ما ذكرنا أنه يعني تكون مشهورة على مستوى سواء المملكة أو على العالم، ويعتد فيها طبعا بحسب نوعية العلامة التجارية، ومثل ما ذكرنا في السابق ينظر فيها من أكثر من جانب، مثل التسجيلات الدولية، معرفة المستهلك لها في الفحص، تمر على أكثر من فاحص يمر الطلب، أيضا في البحث في قاعدة البيانات الخاصة بالعلامة التجارية، وهذه كلها لها تعطي انطباع عن الوضع الخاص بالعلامات التجارية المشهورة. طبعا الحقيقة أرجو من الله أن يكون أفدت في هذه الجزئية، وإن شاء الله ستستمر بحول الله وقوته اللقاءات المباشرة التي بادرت فيها الهيئة مشكورة للتعريف عن الملكية الفكرية، وإن شاء الله نلتقي غدا بحول الله وقوته مع الزميل أحمد عسيري، الأستاذ أحمد عسيري، فيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نفس إن شاء الله التوقيت الذي بدأنا فيه إن شاء الله اليوم. ويمكنكم إرسال أو التواصل معنا وإرسال استفساراتكم على كافة وسائل التواصل الاجتماعي باليوزر سايت كيس اي
وكذلك cyb@cyb.gov.sa كإيميل بالطلبات اللي أو الاستفسارات. أيضا نستقبل استفساركم على الهاتف 9200214221. دمتم بحفظ الله ورعايته، وحفظكم الله من كل مكروه، وحفظ بلادنا ولاة أمرنا من كل شر ومكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.